كله قاعد تحليل. عموما يحتاج شنو من مجال استبدال الصيام؟ طبعا انا مضمن الحاجه، انا ضو شنو حاجه غيرت على الأدوية، لا حمر للنفايات الطبية والمخلفات الأدوية. يعني كل المخلفات الطبية والسكر تمام سلم، والشركة اللي ضروري يكون في واحد قائم، انا قاعد انا عامل موجود عامل. جمع حميد محمد من فتح الصحي إدارة الخدمات الصحية بنوليت. اليوم قمنا بجولة تفتيشية برفق إدارة الحرس البلدي بنوليت على مستشفى بنوليت العام للوقوف على المشاكل التي تواجهه وإعطاء التعليمات الصحية وترشيدهم للمخالفات اللي ممكن تكون، خاصة نحن نمر بجائحة كورونا. حقيقة الحال قمنا بزيارة المستشفى وجدناه في المستوى الجيد جدا في بعض الجرائات، سواء كانت المحرق الخاصة أو أماكن أو الإسعافات الأولية أو المطبخ، وأعطيت بعض الملاحظات وكانوا مستجيبين حقيقة الحال، ووعدونا أنهم يأخذوا ملاحظاتنا بعين الاعتبار، وسوف تكون زيارة لاحقة بإذن الله بعد أيام للنظر في المخالفات اللي كانت موجودة، هل أصلحت أو لم تصل.